السلام البنات، كي داير لاباس عليكم؟ كلشي مزيان، اماكم هانيه. نتمنى لكم تكونوا بخير وانا خير ان شاء الله، تكون في احسن الاحوال. فيديو جديد معكم اليوم ان شاء الله بحول الله. غادي نشارك معكم الشفله او القامبيط بواحد الطريقه، كيجي مقامش وكيجي زوين بواحد الصلصه، يا سلام. المهم هنايا دايره واحد شويه ديال السلطه حيت نصاوبها كتا العشاء. دايره هنايا جلبانه، خيزو، بطاطا، وهنايا داير الخضار تبخه في هذه الاله ديال البخار. دات الشفله ودات البروكولي، البروكولي داتو لتحت والشفلة، المهم دات عليه شوية الملح وخليته في هاد الآلة يتبخا، وكيجي صدقوني حسن من مسلوق، لأنه إلا سلقتو كيمشيو داك كيتقالب الماء وما كيبقاش فيه الفوائد ديالو، وخصو يتبخا باش كيجي ناشف. هنايا بالنسبة للصلصة اللي غادا ندير الشفلة، دات جوج ديال البيضات، يعني جوج بيضات متوسطة ماشي كبار، غدا ندير الطحين، الطحين عندكم ميزانكم. المهم هنايا تقريبا شي كاس ديال الطحين صغير، شويه الملحه، شويه ديال اللبزه، وغادي نحرك هاد العناصر مع بعضياتها. وهنا غادي ندير هادي الضوامه ديال الثومه، ما عندكمش دو بودغ الثومه بودغ، ولا حكوا واحد السنينه في ديال الثومه. المهم عند بنه ديال الثومه تجي فهاد الصلصه كتجي زوينه. صافي، واحد شويه ديال التحميره بابريكا، وغادي نحرك هاد العناصر نخلطهم مع بعضياتهم تنحصلوا على واحد القوام اللي بغينا. وهنايا غادي نزيد نص كاس ديال الحليب، حليب باد، وغادي نعاود نحرك هاد العناصر مع بعضياتهم. لقيتو الصلصه خفيفه يعني ما تقيلاش، غادي نزيد شويه ديال الطحين، حنا بغينا نحصلو على قوام ما خفيفه ما ثقيله، يعني بين وبين انا نوايكم القوام ديالها. صافي، هنا الصلاه كانت تسلقات، نسالها شويه ديال لي بات المكرونيه. هنايا غادي نسحق شويه ديال لابيع، قزبر، معدنوس. بالنسبه للبوطاجي هنا معقمه وغسله بتيد وجافيلو، هادي ما لقاتش القاطه سحقتيه فيه. صافي، وزدت شويه ديال القزبر معدنوس على هذيك الصلصه كيف ما كتشوفوا. وهنايا الخضار صافي حيتها كانت تبخات 15 دقيقه ديالها، صافي كانت موجوده وكتجي ناشفه وزوينه. هاد الشفله والبروكولي غادي نحيدهم، وهنا غادي نخلط السلطة. غادي نضيف شويه ديال الحامض، كتعجبني هاد السلطة وتجات تعجبو، شويه ديال القزبر معدنوس، شويه الخل، وشويه ديال الملحه، وشويه ديال البزار، مايونيز. عندكم الطون زيدوا الطون، انا عندي نسيتو، ولكن في الاخير غادي نزيد واحد الاضافه، غادي نزيد الشامبينيون معلب، جات لذيذه وبنينه بهذه الطريقه. صافي، غادي نخلط هذا السلطه، وغادي ندات بعد هنايا زدت شويه الشامبينيون، وغادي ندات في هذه الطاسه، غادي ندخلها للثلاجه حتى تبات، حتى نبغوا نتعشى عاد نحطها. صافي، الصلصه انا كانت موجوده، هنايا خديت واحد الطاوله اللي غادي ندخل الفرن، درتها بشويه ديال الزيت، وغادي ندير عليها داك ورق الزبده. دهنوها مزيان بالزيت، عدو هداك ورق الزبدة باش يشد. وبالنسبة للشفلة غادي نبدا نغطسو في هاديك الصلصة، وغادي نحط في الطاوة. وهنايا الفرن كيسخن، داتو يسخن على درجة شحال 180 من الفوق ومن التحت. المهم الطريقة كتبغي الفرن يكون سخون باش كيجي داك الشفلة مكامل وزوين، كتجي فيه واحد القامشة، حسن ما تقليو في الزيت هكدا في الفرن صحي وزوين، كيجي صحي ماشي بحال الزيت كيشرب داك الزيت بزاف. من الأحسن ديرو في الفرن. هنايا صافي كندير الشفلة في هاديك الصلصة، وكنحط في الطاوة، غادي نصمع على الطاقة حتى نساليهم كاملين ونوريكم الشكل النهائي.
هنايا بالنسبه للبروكولي غادي ندير عليه شويه ديال الحامض اصلا مسلوق بالملحه. صافي انا حطيت هذاك الشيفلو في الطاوه، دابا غادي ندخلو للفرن حتى يتكامل مزيان ويتقامش، وعاد غادي نطفي عليه. شتو كي كيجي هنا بدا كي يتقامش، كتجي فيه واحد القماشه جلديد، وبني صدقوني والله العظيم ماني نطا ما قنعوش منه. هذه هي العشوه ديالنا، اللهم ادي ما نعمه وحفظها من الزواق. لنا شويه الكبده وشويه السوسيس وديك سالاد، وهنايا البروكولي، وهذا الشفلو حطيت معاه واحد الصلصه الفوق، مايونيز وكاتشوب مخلطة، هذه مايو كاتشوب. اللهم ادي ما نعمه وحفظها من الزوال. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى الفيديو اليوم يعجبكم، وما تنسونيش من لايكات والبارطاج مع العائله والاصدقاء. فضلا منكم وليس امر، خليتكم في امان الله مع فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.